ماشي اللي عجبني من هادشي هو كيفاش نسرقو شي اللي كيبقى في القسم تحية نضالية للجميع أيثما سويثما لجنة مدريد قال اعتصام سيمان تروخا نهار آخر نهار كي سيمانة سيمانة أنت تعتصم يعني لإطلاق سراح المعتقلين اعتصم أمام الوزارة الخارجية الإسبانية بمدريد أقل وزارة الخارجية مجهود جبار يعني 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 رغم رمضان رغم الصيام رغم الفويث الشمس يعني هناكم يعني حارق ولكن يتمثل غاقندا صبا انا كون غاقندا اجنا هذا ثلاثة اجنا عشرة اجنا عشرين اجنا كون هاش حذا كور طوح مختوي المخيم قدوانتين يعني تسنديو ذان بزاف تسنديو ذان بزاف تسقسان من ايام من توقيعان انتشارا حسن من ديني نقارص من يوقعان وفير ما نكينغ يعني كمساندين الحراك وكمساندين يعني جنت برات تنسكي الوزارة الخارجية باش يعني الدولة اسبانيا تضغط النظام المخزني المغرب من اجل اطلاق المعتقلين ومن اجل احترام يعني المواثيق الدوليه لحقوق الانسان الريف لن يركع الريف نوشي الرودية لائحة المعتقلين بالصور أستاذ حنود جلول مجاوي نهار العيد كلنا نازلين وبالمناسبة يعني نتقدم استعازينا الحارة يوم ثنغ المرتضى قل موت بابس الله يرحمه بوبي إن غير المخزن إن غير المخزن مخي نغا كل شيء ايف ما ثنغنط ينغات تفقاح ينغات صغفاوين يكسيس من ميسي بيوالو يرفض ارهابي ميس العكس يعني اخر حاجة تيجي هي الارهاب ميس يعني متفتح الى درجة مغا ميس واعي ميس ومناكم من يعجز اللسان عن الكلام صراحة بس يقسن بزاف يقسن الكور خان غير كي تسكل شي هنا تفكاكي الحاله ثنتين وذين اخبار ان يماس يعني اقت روخا قسبيطا لا احسن عاون ما قلت لك سبيطا بوري سي تاكازين سي موت ميساق في الحبس تامس الارهاب تم تخوين المرتضى عمراش بزاف الدراري يعني تمنى يعني ذوق اعتذار رميه قعيم وذني إكس ديارانا مية تخوين النين أثني قدم الاعتذار يعني كحد أدنى
نشا السيد هو عم مسو خونا قال حياتي نو ديما زارت انه يعني مختلف بالافكار كان يختلف والمشكل نشين يعني يصعب تقبل الاختلاف نشين ونتعايش شي الاختلاف شي متعايشين الاختلاف نشو قبر شي الاختلاف هوني المشكل هوني دا غي جعلن يعني الاغلبيه ميان الدراري زيود انا ميان تحترامي زيود انا نزاريت زعما واعيين لكن رغم ذلك يعني شاكن قلت تخوين السيد دواء التخوين السيد دواء نيتين المخروط شاكر المخروط يعني شكل المخروط بالنسبه لي شي مبيني قيا عيش تجيفنيش تجيف الحراك الشعبي مرمي السوار يعني صراحه تصنى ضوا بركي غاس من غيني يعني من بين خيره الشباب بالحراك الشعبي وقد ساعه ثانيتين يعني ذني مظاهره ماشي مظاهره مسيره الجنازه تشيع الجنازه المرحوم وانت تشي انا المرحوم الجذابرات الجذابرات باباس المرتضى الجذابرات كل الجماهير الشعبيه انكم بغاكم التراجع بغاكم تعقب مات كامين قمر عقب مات كامين امش غير غاصم يخفنكم وغسل حق يعني ما نعقب مات كامين امش غير نغاص يخفننا المخزن لو هكذا يعني يستخدم اخر ورقه غاص بوركيلو خاص ب 10 شهور ما 8 شهور يتحاول يستخدم جميع الاوراق قامي ناس نشحنت وميفوضين بالحل يفوضين بالحل يعني استعمل اخر ثوري خلاص يتعترفك باسم الملك ان ومن نفذ ماكرون لقاء الصحفي الذي ذل يعني الدوله المغربيه ما علينا جهود الموضوع عندنا ولكن النفذ انه باللي الملك يعترف بمشروعيه يعني المطالب الاجتماعيه يقي الطلب عارف لكن رغم ذلك يعني القوى القمعيه لا زالت يعني تقمع وتريد أن تضع شروط للهدنة ويقول الوالي إذا أردتم الهدنة فارجعوا إلى منازلكم لا لن نرجع ذا غنقيم بارا ذا غنقيم الشارع إلى أن يتم إطلاق جميع المعتقلين السياسيين رضوان خويا رضوان واحد الكلمه يعني انت اللي كنتي وكبتي هذا الاعتصام هذا يعني شي كلمه في يعني الناس اللي جاوا عندكم وشافوكم واش كان شي يعني كيداز هذا الاعتصام لا الاعتصام كان في الحقيقه عنده واحد الدلاله كبيره الاعتصام ماشي المقصود لان الاشكال النضاليه هي متعدده ماشي ضروري يكون دائما بالكام وبالنادم والغوت كاين طريقه التعامل مع الناس كيجيو المواطنين بشكل ديالهم هادئ كيخصك تشرح لهم هذيك القضيه ان ما كتبقاش ديك الساعه غير في الحماس كتولي شي حاجه اللي كتحاول تفكك شنو المعضله فين كاين المشكل هو كاين في الاجهزه ديال الدوله بشكل عام انها ما قادراش تجاوب على الوضع على داك الشيء كاين الحراك والحراك مدد على هذا الاساس هذا هو ما كاينش اجابه من طرف السلطات هذا الشيء اللي كيوعوه المواطنين سواء الناس ديالنا ولا المواطنين الاسبان وخاصه في مدريد اللي كنشرحوا لهم هذا الشيء كيفهموا انه التضامن ديالو عنده واحد الدلاله كبيره لان يقدروا يضغطوا على الحكومه ديالهم لان هنايا في الحقيقه نهايه المطاف ان الحكومه كيتم الاختيار ديالها من خلال المواطن ماشي بحال النموذج ديال البلاد لان في نهايه المطاف البلاد اللي كيحكم فيها هو الملك هو كيحكم هو اللي كي هو
إذا بغينا نقول السلطة الأولى والأخيرة هو إذن الحوار مع الناس آخرين ما كيمثل والو، لأن يقدر يجي ويقول هو داك الشيء اللي قالوا ما كاين منه والو. إذن هنا الحكم كيختلف، هنا الحكم كنعرفوا أن الحكومة يمكن تنهار إذا ما عندوش شي ضمانات يعني يعطيها للشعب. لأنه كنبغيو نقولوا أن الشباب ديالنا ولا أي إنسان بغى يرتبط بالعمل النضالي ماشي ضروري ديما المظاهرات وداك الإرهاق المظاهرة كتعي الناس، يكون أشكال متعددة بحال هذه، يكون في المجالات بحال هذه اعتصامات، يمكن يكون بشكل فني. عندنا المثل يعني ديال واحد خونا في برشلونة اللي كان اعتصم يعني في بلاصة مايور ديال برشلونة بوحده. هذاك عمل ولا ماشي اش كيقول لك، كاين واحد مجموعة ديال القضايا على الصعيد الدولي وتاريخيا الإشعاع ديالو كان عن طريق 15 الناس، ماشي ضروري يكون. صحيح. إذا كاين اش كيقول لك كاتب يقدر يعمل تصريح ويكون عنده وزن أكثر من اش كيقول لك مظاهرة فيها ألف ديال الناس ولا ألفين. إذا من هنا زعما هذا ما كيعنيش انه بندم ينقص ولا لا، لابد من الجماهير الشعبيه تكون مورال، كلشي خصو يكون، ولكن انت كتقول يعني خص الابداع في النضال ماشي غير خرج ولا الناس خصها حاول تلتحم على القضية. هذه قضية والقضية ما غادي تحلش في واحد النهار، لأن القضية ماشي هو عمل تحريضي، القضية هو عمل ديال التوعية ديال الجماهير والتوعية حتى للمسؤولين، لأن المسؤولين بعض الفترات جاهلين، وخاصة المسؤولين هنا ما كيعرفوش شنو الوضع في البلاد. مثلا اتفاقية الصيد البحري مع الدولة المغربية كنقول لهم بشكل واضح كنعملوا اتفاقيات مع مافيا، ما كنعملوش اتفاقية مع ناس كيمثلوا الشعب. إذا الشعب هذا اللي كيمثلوه ما كاينش الغياب، كيعملوا اتفاقيه مع المافيا الفلوس كيمشيو للجيوب ديالهم من بعد كيعبيوهم لسويسرا ولا البنما ولا من عارف اللي كيديهم. اذا هنا اللي كنبغي نقولوا هو خص اش كيقول لك التعاطي للقضايا بطرق متعدده، كل شيء ايجابي ما كنتو حتى شي حاجه اللي فهمتي اللي هي سلبيه. كل ما كان بنادم زعما الموضوع ديالو فوق كل شيء هو الوضع ديال الجماهير، وحنايا بالنسبه لنا الريف الريفني كنقولوا الريف اننا كنتمي لهذه المنطقه هذه، ولكن هذا ما كيعنيش اننا كنشدوا على راسنا باش الناس ديالنا في باقي الدوله المغربيه في الاطلس في سوس يطرحوا نفس القضايا، يعملوا على نفس الاساليب اللي كنعملوا عليها لا في الريف ولا في المدينه ديال الحسيمه بالضبط. انه الفضح ديال هاد الحكام اللي ما عندهمش ما كيتسلموش الشرعيه من الجماهير، هما ناس اللي متسلطين اللي كينهبوا الخيرات وخص الفتح ديالهم. على ديك الشيء كنقولوا حاليا المساله وقعت التركيز على الريف وعلى الحسيمه على اقليم الحسيمه ولا على المنطقه ديال الحسيمه، ولكن هذا ما كيعنيش انه غادي نبقاو غير تما، خص تتوسع لو ماكسيموم بوسيبل كما يقولوا على اوسع التراب الدوله المغربيه، ولكن غير نكونوا واضحين انه كما يقولوا كل واحد يخدم من موقعه. صحيح. ويريد يعني رجوعا الى المستجدات، كما في علمك يعني الاب ديال مرتضى عمر راشد مات البارح الله يرحمه، كنقدموا التعازي ديالنا كنشطاء ديال الحراك اللي متواجدين في مدريد. انا مرتضى كان واحد النشيط اللي كنناقش معاه باستمرار القضيه ديال الحراك وكذا، كاع المرحله ديال الحراك اللي عشناها في الحسيمه كنت ديما كنناقش مع مرتضى ومع العديد من هذه، كنعرف المرتضى انه انسان مبدئي، هذا زعما واضح لي، نختلف معاه ما اختلف معاه ولكن انسان مبدئي ابن الريف، زعما في مرتضى كتلخص ذاك الانسان موقعه هو انه الغيره ديالو على الريف حاجه ما لا نقاش فيها، واش كيقولوا على وفي هذا الصدد هذا كنشوفوا انه أعطى مقابل كان غالي بالنسبة لي، لأن باه الله يرحمه أنا كنعتبر المخزن مسؤول على الوفاة ديالو. إذا هذا اغتيال، لأن ولولا ما كانش الاعتقال ديال ابنه ما كانش باه يوصل لهذه الحالة هذه. ربما تسرعش الموت، ربما ما تكونش اليوم، ربما تكون على مدة عام، وربما كنا عارفين يعني الحالة ديالو الصحية ما كانتش مزيانة، ولكن
يعني دخول ديالو للمسجد للمستشفى مباشرة بعد ما تشد ولده، يعني يعني ممكن نقولوا أنه أساء يعني زاد في هذه واضحة. احنا كنعرفوا أنه في غير في الطب العلاج الطبي ماشي كيعتمد غير على الأقراص والأدوية اللي حتى على الجانب النفساني. إذا هذا الجانب النفساني لعب عليه بزاف واللي أداه معناه يعود ما يخفوا عليه الوضع ديالو يزيد يصبح كما يقولوا اسبانيول البورديا دي لا مورتي، اش كيقول له وصل للموت نتيجه لسوء التعامل مع القضيه ديالو من خلال الاعتقال. هناك اخبار يعني وشفت واحد الخبر اليوم ما راهش متاكد من الصحه ديالو، ولكن زعما موقع محترم يعني في المصادر ديالو اكد باللي ان ام ديالو متواجده الان في المستعجلات. كاين الام ديالو بالاضافه للام ديالو الام ديال واحد من النشطاء ديال الحراك اللي هو عبد العالي ديال دروغوت اللي اصبح حاليا عاود كاين في اي لحظه يمكن يوصل له شي خبر. كنتمنوا يكون الخبر يكون ماشي سيء بحال اللي وقع مع المرتضى، لان مو ديال عبد العالي حتى هي في حاله صحيه اللي زعما ممكن تكون دابا حاليا في المستشفى. اذا من هنايا السلطات ما عندها شي حل من غير ان تعمل هذا الشباب كامل الصراح في اقرب وقت ممكن، اطلاق سراحهم كاملين واعاده النظر في ذاك المتابعات اللي عاملين وتصحيح الخط، لان هذا الخط هذا اللي ماشيين فيه هو خط ماشي ديال البناء، هذا خط ديال كيهدموا منطقه كتعاني من المشاكل، وهما دابا داك الشيء ديك الامكانيات ديك التلاحم اللي كاين ما بين الشباب باغيين يهدموه بالاعتقالات وبالترهيب وكذا، واللي وصل دابا ما بقاش غير في الترهيب ديال وصل القضيه ديال الموت وديال المستشفيات، بدات كتعرف الزيارات ديال الامهات والاباء ديال النشطاء سواء النشطاء اللي متابعين ولا اللي تم الاعتقال والاختطاف ديالهم. اذا من هنايا شنو بالنسبه لنا احنا كنشطاء هنايا خارج البلاد اننا كنزيدوا نركزوا غنبقاو صامدين من اجل نبلغوا الرساله ديال الحراك لجميع الجهات اللي معنيه في اوروبا اللي هي المؤسسات ديال الدول اللي كتمثل هذه الدول هذه انها تضغط على المغرب باش يتم اطلاق سراح كل المعتقلين. خويا رضوان شي كلمه في المستجد اللي كان باللي اللي كان كيقول باللي هذه كان موثوقه باللي العائلات ديال المعتقلين سواء في الحسيمه ولا في كازا يعني كان استدعاء ديالهم للعماله، وكانت هناك انباء على انه كانوا باغيين يعني يطلبوا منهم باش يطلبوا يديروا طلب العفو الملكي باش يعني المخزن يخرج من هذه الورطه هذه ويخرجهم. بالفعل انا التلع ديالي هو انهم التحقوا باللي تم في حقهم الحكم ديال عام وست شهور سنه ونصف ديال السجن في الحسيمه، تم اتصال بهم على اساس يعملوا رسائل من اجل المطالبه بالعفو. هذه المساله هي مرفوضه ماشي غير من النشطاء، مرفوضه من الحراك بشكل عام، مرفوضه من جميع المواطنين الاحرار. انه العفو على من؟ العفو على الناس ابرياء، العفو على الناس اللي خرجوا بشكل سلمي كيتظاهروا في الشوارع. شنو الجريمه هنايا؟ في كاين الجريمه؟ اذا العفو شي حاجه اللي ما عندهاش موقع في هذا الحدث هذا ديال الاعتقالات اللي كاين. العفو بالعكس الدوله خصها تعتذر للعائله من الدرجه الاولى وللحراك بشكل عام على الجريمه اللي عملت اللي بدات تختطف ابناء الشعب بالطائرات بشكل ديال هوليوود. ما عندوش شي صوره اخرى شكل هوليوود معناها ديال الافلام ديال السينما ديال الترهيب ديال شي حاجه اللي ما كتدخلش في القاموس ديال الدوله اللي موقعه على وثائق اللي هي اتفاقيات دوليه امام الامم المتحده في مجال حقوق الانسان. فاين هذه المعاهدات هذه اللي هي وقعت عليها احترام حقوق الانسان في مجال التظاهر مجال الاعتصامات والانشطه بشكل عام في الشارع؟ اصبحت جريمه، اصبحت هي شكل من الاشكال ديال خطر. اذا الدوله وصلت لهذا المستوى انها تعتبر التظاهر في الشارع هو ارهاب،
هذا خطير. اذا شنو اللي كيدير المخزن؟ شنو غنسميوه؟ هذا كان تظاهر بشكل سلمي هو ارهاب. داك البوليس وديك القوه ديال وزاره الداخليه وديال القمع بشكل عام، كنقولوا القمع لان ما كاينش شي سميه اللي تقدر تعوض هاد الناس هادو اللي كيهرسوا، اللي كيضربوا، اللي كيهجموا، اللي كيخطفوا، اللي كيقتحموا المنازل، اللي كيسبوا النساء ديال الريف، اللي كيسبوا الامهات ديالنا اخواتنا وديك الشيء، وبالتهديد ديال الاغتصابات. هذا شنو هذا؟ هذا ماشي ارهاب وصافي. اذا هاد الناس اللي خصو يتحكموا هما هاد الناس اللي كيمارسوا هاد الشكل هذا، ماشي نشطاء. خويا رضوان، واحد الحاجه اللي ما حتى واحد ما قدر يفهمها، هي هناك اعتراف شامل. دير واحد النداء للوقفه اللي غنديروا مع خمسه. ايه واخا واخا. يعني كان يعني هناك اعتراف شامل سواء من داخل الدوله، يعني من داخل الدوله المغربيه باسم الملك على لسان ماكرون الرئيس، وباسم الحكومه، وباسم يعني وزير العدل مثلا، وباسم الدول الاجنبيه الاخرى، وباسم الجميع، يعني وطنيا وعالميا هناك اعتراف ان الحراك كان سلمي وان المطالب مشروع. لكن رغم ذلك هناك اعتقالات، هناك كيف تفسر هذا التناقض؟ هذا ليس رسمي، هذا ليس الاعتقالات وليس رسمي، يعني وكأن لا اعلم كيف تفسر انت. انا نكون واضحين، المساله كما قلت لك بدايه بديناها من شكون كيحكم في البلاد. البلاد كيحكم فيها واحد الشخص اللي هي شخصيه ديال الملك. الملك هو اللي كيحكم، هو الرجل ديال اخر كلمه. واش يكون كينصر واحد الجهه ولا واحد الجهه اخرى؟ السلطه في البلاد خاص نرجعوا للاسس ديالها اللي اساسيه، هو ما كاينش دستور على داك الشيء. الشعب بشكل عام وخاصة النشطاء في الحراك أنهم كيعتبروا الدستور اللي كاين لحدود الساعة هو دستور ممنوع. وهذا الدستور اللي ممنوع، علاش كنقولوا ممنوع؟ لأن ما كاينش تما الإرادة ديال الشعب في التمثيليات ديال الشعب، صح. بقدر ما أنه كاين تما إملاءات خارجية، وحنا كنشوفوا رئيس ديال واحد الدولة ورئيس ديال فرنسا كيجي كيعمل تصريح، والمسؤولين ديال البلاد وعلى راسهم الملك ما كيعمل لا تصريح لا والو. اذا هذا شنو كيبان؟ انه هذا العزيم او لا هذا ما نعرف شنو غنسميوه ديال فرنسا باقيه عندها نفس الطرق كتعامل مع المغرب، هي ضيعه ديال فرنسا ماشي دوله اللي مستقله. اذا الاستقلال كما قال مولاي محمد، الاحتقلال هذا ماشي استقلال، لان ما كاينش شروط ديال الاستقلال. ما يمكن يكون شي حاجة عندها المصداقية إلا العودة للجماهير، إلا العودة للشعب بشكل عام في الدولة المغربية من أجل يلتزم الجميع أمام بعضنا كلنا من أجل واحد لا كارتا ماغنا كما يقولوا هنا، واحد الدستور اللي يكون نابع على الإرادة ديال الجماهير ماشي ديال المصالح خارجية. دابا هذا الدستور كيبان أنه ما عندوش مصداقية، لأن يجي لك رئيس ويعمل لك تصريحات والمسؤول ديال الدولة ما عامل لا تصريح لا والو، صحيح. والاعتقالات كان غير في وضع عادي، الاعتقالات الاختطافات وهذا الشيء هذا كامل، وباقي لحدود الساعه ما قال والو. انا اكيد غادي يخرج واحد الخرجه من الخرجات انه غادي يتم شي حاجه من اجل باش يستثمرها لصالحه، من اجل باش يمدد. ما لقاش مازال الارضيه وما لقاش مازال، يعني بحال مثلا العفو الملكي ربما يكون كيبحث على الطريقه باش تعطى المصداقيه الملكيه ان مشكل ماشي في الملكيه، المشكل في شي ناس اللي انهم. وهذا الديسكور هذا قديم تقاضى اغوطادو كما يقولوا هنايا، شي حاجه اللي صافي تقاضى الصلاحيه ديالها. دابا الناس باغيه شي حاجه اللي هي معقوله. شنو هذا الشيء اللي معقوله؟ كما قلت الدستور اللي يقدر به من خلاله نقدروا نحكموا اللي كيحكموا الشعب. اذا كان شي واحد عمل الاختلاسات غيقدر يحكموا عن طريق المؤسسات اللي غيكون عندها استقلاليه. فصل السلطات اساسي، القضاء يكون نازه بالصح، يكون اش كيسميوها الجماهير هي اللي كتقرر شكون غيحكمها، ماشي واحد الشخص كينوب على الشعب. واحد بنادم كينوب على 40 مليون تقريبا ديال الشعب في الدوله المغربيه،
وهذا زعما كيبان لي انه الناس ما بقاتش كتيق هذه الوضعيه. صح خردوان، يعني اليوم غادي يكون رفع ديال هذا الاعتصام هذا، وغادي يكون يعني بوقفه احتجاجيه الى ممكن يعني تنادي لها باش الناس يعرفوها، حيت هذا دابا شي قرابين حنا على ما عارفش شحال في الساعه دابا، ولكن حنا قرابين على التوقيت اللي غينطلق فيه هذا الوقفه. الوقفه هي دعينا لها من اجل باش مع الخمسة ونص الخمسة الخمسة ونص غادي تنطلق الوقفه. هذا ما كيعنيش انه الرفع ديال هذا الشكل هذا، كيبقى الوقت عندنا حتى نهار الاحد، ولكن اذا كانت القرار كيبقى للناس، اذا الناس بغا يستمر حتى نهار الاحد، لان عندنا قانونيا يمكن نبقاو حتى نهار الاحد. صحيح قانونيا معناها مرخصين بشكل قانوني، لان جاو السلطات العنايه للبلديه ولا السلطات ديال البوليس مونيسيبال ناسيونال ولا غوارديا سيفيل والاداره ديال وزاره الخارجيه كاملين عندهم وثيقه ديال هذا الترخيص اللي عندنا، الدعم اللي عندنا من طرف حتى البلديه للهيئه ديال حقوق الانسان في البلديه اللي كتدعم هذا الوقفه هذا الشكل هذا. يمكن اليوم نحسموا فيه ان يكونوا الناس هنا حاضرين، اذا شافوا لا داعي نستمروا هنايا غنوقفوه اليوم، اذا كانوا الناس باقي عندهم رغبه يستمروا حتى نهار الاحد، ولكن اكثر من الحد ما غنبقاوش. هذا هو القانون. واحد السؤال، واش كان هناك يعني تسلم من الأدب في خضم يعني خلال هذا الايامات وديك الشيء، كانت واحد العداد الناس، وخاصه الناس اذا تقدر تقول الوضع ديالهم مراقي شي حاجه، مسؤولين اللي بعض اللحظات لاحظت فيهم كيخرجوا من وزاره الخارجيه كيجيو قاصدين من اجل باش يتساءلوا على شنو واقع شنو الريف. بعض منهم كاين موظفين سامين وما كيعرفوش الريف او لا كيبغيو يتجاهلوه. المهم اللي كاين هو انه عرفوا ان الوضع اللي كاين وداك الشيء، وعلاش بالضبط هنا؟ لان من اجل اطلاق سراح المعتقل ما يمكنش يدخل شي متعاخر من غير ضغط على الحكومه الاسبانيه كتحمل المسؤوليه ديالها، لان الحكومه الاسبانيه سبق اللي عملت عن طريق الوزير الخارجيه سبق عملوا تصريح انهم كيقولوا المغرب ماشي في اتجاه ديال البحث على حل المشكل، ولكن في على ارض الواقع العكس كما قلنا كيعتقلوا ويختطفوا. اذا هنا يصحح المعلومات ديالو هذا الوزير هذا، وبالاضافه انه يشوف المستشارين اللي عنده ويطلع على الملف ديال الاعتقالات، راه كاين اكثر من 150 واحد دابا حاليا معتقل، بالاضافه لواحد المجموعه ديال الشباب متاعين، واحد المجموعه ديال الترهيب ديال العائلات الى اخره. هادشي هذا كامل خص يكون عنده في الملف ديالو كوزير، لان كما قلت في النهايه في البدايه انه في نهايه المطاف كيبقى هاد الدوله هذه كتعامل مع المسؤولين في البلاد. هاد المسؤولين اللي في البلاد حنا ما اخترناهمش كيمثلونا، ولكن اذا هما كيشوفوا راسهم ما عندهمش دخل في الشؤون الداخليه ديال البلاد، خصهم يعرفوا انه داك اتفاقيه الصايد والفوسفات واحد المجموعه ديال الخيرات بلادنا، وما فيها الطبقه العامله اللي كتخدم هنايا اليد العامله المهاجرين حتى هما واحد الكنز كبير قبل من اي كنز، هو اش كيقول الانسان اللي كينتج، الانسان اللي كيبدع. هذا الانسان هذا اللي عندهم هنايا يعرفوا انه اللي كاين تما راه ما كيمثلوش، والناس كتبرأ منه. انا بعدا 75% ديال الناس اللي كنهضر معاهم من بلادي كيقولوا هاد الناس اللي في السلطه على راس الهرم ديال السلطه ما كيمثلوناش. اذا حنا اللي باغي نقولوا لهاد الناس هادو اللي كاينين هنايا هو انهم يوعوا مزيان، انه في الوقت اللي غايجيو يعملوا اتفاقيه يعرفوا ان هاد الناس هادو ما كيمثلوناش، ونهايه المطاف كيبقى ديك الخيرات ديالنا كنمشي للجيوب ديالهم. صحيح رضوان، شكرا رضوان على التصريح ديالك، وتحيه نضاليه. تحيه نضاليه. وزيل من بروانيتين يعني قاغسني احرار الحرائر المشاهدين يعني اور تي في قناه اور تي في، بانه يعني روخه تيريجن وقفه احتجاجيه السازي يعني امام القنص امام الوزاره الخارجيه من اسبانيا، ونتمنى ديري حضور قوي وغاكم دنيك اللايف يعني بالما غاتري الوقفه الاحتجاجيه انيك اللايف.
تقادر شكون سواطاس ايوزي كنيو والله يرحم الاب يعني المرتضى عمراش مبوري. ونتمنى الجنازه ينسي يعني تيري كرد للتخوينات اللي وقعاني من ميس وكرد لاعتبار يعني جميع المعتقلين السياسيين وكرساله للمخزن ان المعتقلين ليسوا ضحايا ولكن المعتقلين يعني قدوه نقتدي بها وسنسير على نهجهم كما ساروا هما على نهج محمد بن عبد الكريم الخطابي. تحيه نضاليه ويزيكم.